وبعدين احنا خايفين من ايه يا شباب؟ بلاش الزن على الودان. انتوا بايديكم دخلتوا رجلين في السجن بيتحكموا، خايفين من ايه؟ اوعوا تكونوا خايفين من البنى. انا عارف ان البنى صعب والمعارضة سهلة. المعارضة سهلة، انا جربتها 5 سنين في برلمان مبارك. تقف وتدب برجليك وتقول والناس تحبك وتروح البيت تقول لا طب خلنا يا هانم، هي دي اخرتها، طب خلنا ايه؟ وتاني يوم تروح. المعارضة سهلة لكن القيادة صعبة، لكن الماسونية صعبة. خلونا نتلم في تحالف 25-30 ونقول ابدا لن يعود لا حزب وطني ولا اخوان، ومن بكرة هيكون في شاب وشايب يحكموا في هذه البلد مع بعضيهم. وانا ما قصرتش بخاطرك يما لما قلتي لي انزل يا ولدي وصور، ووعي تكسري بخاطر يما ويجيك حكي بإزازة زيت ولا برشين انت محتاجاهم تديله صوتك. فاتك كتير ما بقى الا القليل يما. الانتخابات الجايه مش عايزه فلوس، عايزه نفس الحاله الوطنيه اللي خدها عبد الفتاح السيسي ياخدها مستقبل مصر وتحالف 25-30. تحالف بيقول الحق للناس، ما بيقول لهمش انا حزب، بيقول لهم انا عايز كمان 5 سنين ابقى حزب. انا هشتغل 5 سنين ومحتاج ان الشعب المصري كله ينضم اليها ويأسس هو الحزب، لان الاحزاب بتاعت برادعي وبتاعت فلان وبتاعت الاسماء ما تنفعش. الحزب لو مش شعبي اصلي يبقى ما يلزمناش ويبقى ما ينفعش. تأسيسه من عنديكم انتوا، هي دي الحقيقة. مش هيعود مبارك ولا نظامه، ودم الشهيد هيعود وحلم الشهيد هيتحقق، ومحدش هينام فيك جعان يا بلد ولا حد هينام فيك عطشان يا بلد. هي دي مصر كفيلة، مصر تطعم ولا تطعم، مصر ملهاش كفيل، مصر عمرها ما كان ليها كفيل. ومن يوم ما بقى ليها كفيل شفتوا اللي حصل ليها، وشفتوا اللي حصل للعالم العربي، وشفتوا اللي حصل حوالينا. مصر ملهاش كفيل، وتحالف 25-30 مستقبل مصر بيقول الست اللي وقفت وفقدت ضناها في 25، وقفت وفقدت ضناها في 25 وفرق ضناها تاني مرسي لما جه وقتل عيالها ونزلت تاني في 30 ونزلت في الدستور ونزلت بعد كده هو جابت رئيس. ما ينفعش بعد كده نلاقي 10-15 ست في البرلمان. في التحالف بتاعنا 25% من مقاعد البرلمان للمرأة، ودي اقل حاجة ممكن تتعمل، لان المرأة اقل فسادا من الرجل. المرأة اقل فسادا من الرجل. المرأة لما بتاخد مسؤولية بتشيل، واثبتت انها بتشيل. المرأة هي اللي هتشرع القوانين عشان تاخد ورثها. المرأة امي واختي، مش اخرة اللي عملته يغتصبوها في الشارع. 25% من المقاعد لشباب مصر. شباب مصر اللي ربنا وحرمنا روحنا عشان يبقى حلم، وبقى حلم لازم يبقى موجود جنب الشايب اللي عنده الفكر. ولما نيجي نختار ما نختارش مال ولا ادعاء شعبية. نقول له يا باشا انت عايز تبقى عضو مجلس شعب في كمل، في انهي لجنة هتخدم، في انهي مطبخ؟ لجنة الزراعة اديني السي في بتاعك لاني اختار على خبرات. لجنة العمال تعالى، لجنة الري تعالى، هختار على خبرات، لان مصر من هنا ورايح عايز اشعارها يبقى كلمة واحدة: اقرأ العلم. الواحد فينا لما بيبقى عنده 5-6 عيال والزمن بياخده وبيجري بيه بيدور على العيل والاتنين الفالحين فيهم وبيشيلهم الامانة. خلونا نطلع من وسطين عيالنا الحلوة، خلونا نطلع من وسطين عيالنا الحلوة ونحطهم قدام ونجمع البلد
شاب شايب ونقول لا صراع للأجيال ولا صراع واللي يجيب سيرة حد كلنا ضده كلنا ضده لأن الفتنة هي المصيبة واللي عملته مصر في 30 يا جماعة بيترتب عليه حاجات كتير اللي بيحصل في العراق مش بعيد ولما نقول الأمن قومي الخليج بقى أمن قومي مصر اللي بيحصل في العراق مش بعيد من الخليج وبالتالي لازم نتوحد ونوحد الصف اللي جاي تقيل وجديد عمر ما مصر في تاريخها ما نادت باستقلالها الوطني إلا لما هجم عليها العالم كله لأن البلد دي لما بتدب برجليها بتغير في العالم كله فيا رب جمعنا من فرقنا بحق جاه سيدنا رسول الله وألف شكر السلام عليكم.